السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا النهاردة مع المحاضرة الثالثة بعنوان Drug Absorption, Distribution and Excretion, واللي هتكون المحاضرة رقم 3. عايزين نعرف الأول هيبقى يتم التشارت ده ونشرح عليه دلوقتي ونفرم كل حاجة واحدة واحدة. أول حاجة احنا عارفين إن الدراجز أول ما بتدخل الجسم بيحصل لها عملية من الثلاث عمليات زي ما احنا كنا قايلين في الفارماكو كاينتكس. ادمي الابسوربشن ديستريبيوشن اليمينيشن اند اكسكريشن. طيب تعالى نمسك اول حاجه اللي هي عمليه الابسوربشن. الابسوربشن دي بتحصل لمين؟ بتحصل للادويه اللي بتتاخد عن طريق الاورال. فانا اكيد الادويه اللي هتتاخد عن طريق الانترفينس انجكشن هتحصل لها حاجه اسمها افويد الابسوربشن بارير، يبقى ده شكل منطقي تماما. طيب الروتس اوف ادمنستريشن، قال لك ان انا عندي في الروتس اوف ادمنستريشن دي في كذا روت. فاول حاجه مثلا اللي هو ايه؟ الاورال، وده اللي هو بيبقى موست كومن، وده اللي بيحصل بقى فيه الابزوربشن وبيحصل فيه كل الحاجات اللي احنا هنتكلم فيها والكرايتيريا بتاعت الابزوربشن وازاي والفاكتورز اللي هتاثر على الابزوربشن والليبيد سوليوبيليتي والكلام ده كله. طيب عندي حاجات ثانيه بتتاخد سب لينجوال، يعني ايه زي السب لينجوال؟ مين اشهر مثال عليها؟ زي الداينايترا. الداينايترا دي اللي هو ايه؟ جليسرول تراينيتريت. دي بتتاخد امتى؟ في المريض اللي بيجي له ذبحه صدريه، فانا بديهوله عشان يعمل له توسيع للشرايين بتاعت الجسم. طيب يبقى دي هتبقى امثله عليها اللي هي السبلينجوال. طب السبلينجوال دي بتعمل ايه؟ قال لك بتتحط تحت اللسان، فالباكل كافيتي اللي هنا دي بيبقى فيها هاي بلاد فلو. الهاي بلاد فلو اللي موجود في الباكل كافيتي هنا بيسبب لي هاي ابزوربشن ريت للدراجز، وكمان هيخليها تافويد الفيرست باس ميتابوليزم اللي بتحصل في الليفر. طيب تمام، تعالى بقى نشوف كده. بقول لك انا مثلا خدت التابلت اللي هنا دي، بدا ينزل التابلت. احنا طبعا هنرمز للدراج بالرمز اللي هو بي، يبقى احنا خدنا من البكال كافيتي بدا التابلت ينزل، رمزناه بالرمز بي، المفروض هينزل على الاستومك وبعد كده ينزل عند الانتستين وهكذا. طيب تعالى بقى نشوف، قال لك الدراج اول ما هينزل ده في فاكتورز كتير هتاثر على الابزوربشن بتاعته. تعالى نفكر كده مع بعضين، هو ايه الفاكتور اللي ممكن ياثر على الابزوربشن بتاع الدراج ويخليه يحصل له يخليه يزود الابزوربشن او يقلل الابزوربشن؟ قال لك اول حاجه الفورميوليشن نفسيا، الفورميوليشن بتاعت الدراج اللي انت خدته عن طريق الاورال. ازاي الفورميوليشن بتاعته؟ قال لك مثلا لو في دراج انتريك كوتد ده يعني هو ما هيحصلوش اي ديسنتجريشن في الاستومك، لازم يحصل له ديسنتجريشن في الانتستين، يبقى ده اول واحد مثلا. يبقى انا الفورميوليشن نفسها هي اللي بتاثر معايا على الدراج نفسه. طيب بقول لك ايه؟ الاستابيليتي تو الاسيد اند الانزيمز. انا دلوقتي لما بيبقى عندي استابيليتي للاسيد والانزيمز، ازاي الاستابيليتي بتاعت الاسيد والانزيمز دي؟ تعالى نشوف. انا دراج مثلا دلوقتي انا عارف ان هو ما يحصلوش ابزوربشن غير في اسيديك ميديا، او ما يحصلوش ابزوربشن غير في البيزك ميديا، فانا على حسب الاسيديتي والمكان اللي هو هيحصل له فيه ابزوربشن هو هتتاثر بيه، وعلى حسب الانزيمز اللي هتكسره. فمثلا الاسبرين ما يمتصش غير في الاستومك، ازاي؟ مع ان احنا المفروض عارفين ان الانتستين هو اللي يحصل فيها الابزوربشن بتاعت الحاجات دي كلها. قال لك لا، اصل الاسبرين اسيد، والاسبرين لما يبقى والاسيد مع الاسيد يخليه نون سوليوبل، والنون سوليوبل يعدي بسرعه من الاستومك. طيب حلو قوي، الميتيريتي اوف جاي تي. تخيل واحد بيبقى عنده دايريه، بينفع اديله حاجه اورال؟ ده هو لو عنده دايريه والكلام ده كله اي دواء بتديهوله تلاقيه منزله على طول بعديها في الدايريه، فيقول لك لا ساعتها ممكن ندخله بالاي في لغايه لما بطنه تبقى كويسه وتبدا بطنه تربط، زي ما بنقولها كده بالمصطلح العامي، لغايه لما بطنه تربط اقدر اديله بعد كده الادويه. اول بعد كده بيقول لك الفود في الاستومك، لو انا عندي فودز موجوده في الاستومك فمعناها ان هي هتديلي الابزوربشن بتاع الدراج. وكمان بيقول لك الديجري اوف فيرست باس ميتابوليزم، ودي هنعرفها كمان شويه. طيب تعالى بقى نشوف برضه فاكتور من اللي هيأثر على الابزوربشن بتاعه الدراجز اللي بتتاخد اورال. واحد من الفاكتورز دي هي الليبيد سوليبيليتي. الليبيد سوليبيليتي دي ديبندز ا لوت اون ذا بي كي اوف ذا دراجز اند ذا بي اتش اوف ذا انفايرمنت والايونايزد والكلام ده كله. طب احنا ممكن نلم الدنيا دي كلها في ايه؟ نقول ان الليبيد سوليبل دراجز هتعدي اسرع من الباريرز بتاعه الاستومك وبتاعه السمول انتستين، اما الدراجز اللي هيحصل لها سوليوبيليتي اعلى وهتعمل لك ويك اسيد او ويك بيزس، هتبقى ويك اسيد او ويك بيزس، فيحصل لها ايونايزيشن، فالايونايزيشن دي هتتسبب ان الدراجز بتاعتي دي ما تقدرش تمتص اسرع من الجي اي تي. وتعالى نشوف على الرسمه ايه اللي هيحصل.
بقول لك تمام، انا دلوقتي خدت دراج وليكن بي نزل في الاستومك اللي البي اتش بتاعتها 2 مع الهيدروجين ايون البي اتحد معاه فتكون لي البي اتش اللي هو الدراج وعليه الهيدروجين ايون اللي هو ايونايز. فقال لك ان ده ما يقدرش يحصل له ابزوربشن، نو ابزوربشن. ليه؟ لان most of molecules are ionized، لان انا هنا بيقول لي ان النسبه 1 ل 5000 المولكيولز اللي هنا دي ionized ما يحصلهاش ابزوربشن، لان احنا عارفين ان السيل ممبرين بتاع اي خليه في خلايا الجسم هو ليبيد ممبرين، فالليبيد ممبرين ما هيعديش لدراجز. طيب تمام، يبقى انا عندي دلوقتي البي ده اللي هو دراج تركيزه 1، فقال لك لا مش هيحصل ابزوربشن عشان هو ionized. بعد كده هيبدا ينزل برده في الانتستين، الانتستين اللي هنا هينزل هنا في الانتستين بي اتش 8 فهيتحد برده الهيدروجين ايون، هيتحد برده مع البي اللي هو الدراج ويديني البي اتش، بس هنا النسبه هتكون اكبر، هتكون اكبر شويه. فبقول لك ايه، ان 90% اوف مولكيولز بتكون ان ايونايزد، يبقى النسبه هنا كانت 1 ل 10 فكانت ان ايونايزد. ان ايونايزد يعني ليبيد سوليبل، يعني يقدر يعدي الليبيد ممبرين. طيب حلو قوي، يبقى انا لغايه دلوقتي عرفت ان السوليبيليتي ازاي، وان الدراج ده هيحصل له السوليبيليتي بتاعته هتحصل ازاي، وان هو هيحصل له ابزوربشن ازاي. طيب الدراج لما بيبقى فري اللي هو البي زي ما هنا كده، هو على طول بيروح معدي وداخل على طول السيركيوليشن. طيب انا وانس ان انا دخلت السيركيوليشن دي برده حركه من حركات الابزوربشن الثانيه، هفضل مكمل برده للابزوربشن. طيب وانس ان انا دخلت السيركيوليشن، قالك بتروح رايح على حاجه اسمها البورتال فين، والبورتال فين ده بيحصل عندي حاجه اسمها فيرست باس ميتابوليزم. يعني ايه فيرست باس ميتابوليزم؟ يعني الدراج وانس ان هو وصل للليفر، الليفر هو المين اورجان اللي بيحصل فيه ميتابوليزم، فيبدا الدراج يتكسر، ففي دراجز ما تستحملش التكسير اللي بيحصل في الليفر، وبالتالي انا اصلا ما ينفعش اخدها اورال. زي ما احنا لسه قايلين الجليسرين تراي نايتريت بيتاخد سب لينجوال عشان هو لو نزل في الجي اي تي هيتكسر بالليفر وما يبقاش ليه اي افكت. طيب حلو، يبقى احنا خلصنا لغايه نقطه ان انا دلوقتي دخلت عند الليفر، الليفر دخلت البورتال فين هيحصل له فيرست باس ميتابوليزم، يبدا الدراجز تتكسر. طيب عديت على الليفر وعديت الدنيا دي كلها، المفروض دلوقتي بقى هروح فين؟ هروح الدم، هروح لحاجه اسمها الفاسكولار كومبوننت. انا وصلت الدم، الدم ده وصله للدراج، الدراج وصله على هيئه حاجتين، يا اما وصله ايونايزد زي ما هو، يا اما وصله فري. الفري دراجز مجموعه من الدراجز بتروح ترتبط على حاجه اسمها البي، البي اللي دي اللي هي ايه؟ البروتينز الموجوده في الجسم زي الالبيومين مثلا. فقال لك ان الدراجز اللي بتبقى مربوطه على الالبيومين ومربوطه في الاماكن دي كلها يبقى فيها اثنين فراكشن. اول حاجه حاجه اسمها الفري فراكشن، وده اللي بيعمل لي الايفكت الطبيعي اللي انا عايزه للدراج. وبيبقى في حاجه ثانيه اسمها باوند ديفراكشن. باوند ديفراكشن دي عامله زي ستورج كده، كل ما الفري فراكشن يقل هو يروح حبه سايبين البلازما بروتين يفكوا من عليها ويبداوا هم يعوضوا الحبه اللي قالوا عندها دي اللي قالوا في الدم. طيب حلو قوي، يبقى انا كده عرفت ان انا وصلت الفاسكولار كومبوننت، واول ما وصلت الفاسكولار كومبوننت عندي الدراج يا اما يروح يرتبط على البروتين، يا اما يفضل في الفاسكولار كومبوننت وبعد كده يتنقل للانترستيشيال فلويد، يا اما بعد كده يروح رايح على حاجه اسمها الانتراسيلولار فلويد اللي هي بتبقى داخل الخليه عشان يعمل الافكت بتاعه. طيب حلو قوي، يبقى انا لغايه دلوقتي يكاد يكون فاهم الدنيا بتاعت الديستريبيوشن شويه. طيب عايزين برضو نعرف الدنيا بتاعت الاكسكريشن. خلاص الدراجز عمل الافكت بتاعته زي ما احنا شايفين، الاسهم رايح راجع، يعني دخل الخليه ورجع تاني للدم وخلاص الافكت بتاعه انتهى وشكرا. عايز بقى اطلع الدراج، قال لك الدراجز لما بتيجي اغلب الاكسكريشن بتاعها الميتابوليزم اغلبه في الليفر، الاكسكريشن اغلبه بيكون في الرينال في الكدني. فقال لك الدراجز عشان تبقى هي طالعه لازم تطلع من الرينال تيوبيولز. طب وهي اللي جايه تطلع من الرينال تيوبيولز برضه نفس الفكره، ان انا الدراجز لما بتبقى ايونايزد فبالنسبه لي تقدر تطلع بسرعه. طب الدراج لو مش ايونايزد او في الفري فورم بتاعته او الفورم العاديه اللي هو هاي ليبيد سوليبل، فيقول لك لا ما هي مش الرينال دي، الخلايا اللي فيها برضه سيلز شبه السيلز اللي موجوده في اي خلايا من خلايا الجسم ليها هاي ليبيد سوليبل دراجز تقدر تعدي منها. قال لك اه، قال لك خلاص الدراج لو ليه هاي ليبيد سوليبيليتي ان ايونايزد دراج يحصل له ايه؟ يحصل له حاجه اسمها ري ابزوربشن، فيبدا يدخل تاني.
اما الادويه اللي يحصل لها ايونيزيشن لازم هي اللي بتبدا تطلع في الاكسكريشن. يبقى انا ممكن اربط بس رابطه بسيطه هنا، ان انا كل ما عاوز اخلي الدراجز يحصل لها اكسكريشن اكتر لازم اخليها في الايونيزد فورم اكتر. طيب تمام، عايزين بقى نتعرف على مصطلح كده اسمه الفوليوم اوف ديستريبيوشن. الفوليوم اوف ديستريبيوشن ده هو شيء مش حقيقي، هو شيء يعني افتراضي في عالم الفارماكوكاينتكس. يعني ايه؟ يعني هو بيقول لك ان الدراجز ده الدراجز دي هتتوزع فين. احنا عارفين ان الجسم 60% منه ميه، وبيبقى موجود 10% موجودين في الانتراسيلول، 10% موجودين في الفاسكولار، والباقي موجود في متوزع ما بين الانترستيشن وما بين الانترسيلولار. طب انا عايز اعرف الدراج هيتوزع في انهي ناحيه من الناحيه دي. فقال لك اول حاجه بيقول لك ان في دراجز بتكون هايلي ليبيد سوليبل، فبتروح داخل السيلز زي مين؟ زي الايثانول، بيروح داخل السيلز، فالفوليوم ديستريبيوشن بتاعه تلاقيه في السماء. في دراجز ثانيه بتكون هايلي ايونايزد، فبتبقى اخرها ان هي تبقى قاعده فين؟ قاعده في الانترستيشن. في دراجز ثانيه ما تقدرش حتى تعدي الكومبوننت بتاع البلد، فتفضل مربوطه على البروتين اللي هي مربوطه بيها وتفضل قاعده في البلد زي مين؟ زي الهيبارين. طيب يبقى احنا كده عرفنا، نجيب بقى من الاول خالص، عرفنا ان في دراجز، الدراج هتتاخد اورال، الاي في بيسكيب الخطوه بتاعت الابزوربشن دي خالص، بيدخل على طول على خطوه الديستريبيوشن والاكسكريشن والكلام ده كله. حلو قوي، انا خدت الدراج اورال، الدراج اورال ده فيه فاكتورز بتاثر عليه زي الفورميوليشن والاستابيليتي بتاعته للاسيد والانزيمز اللي بتبقى موجوده في الجي اي تي، يبقى اشوف مثلا الموتيليتي بتاعت الجي اي تي، الفود في الاستومك، الديجري اوف فيرست باس ميتابوليزم، الليبيد سوليبيليتي بتاعته، الكلام ده كله هياثر لي على الدراج نفسه وياثر لي على الابزوربشن بتاعته. بعد كده دخلنا على خطوه الديستريبيوشن، عرفنا ان في ناس بيكون او في مجموعه من الادويه بيكون ليها هاي فوليوم اوف ديستريبيوشن، وفي حاجات ثانيه بيبقى ليها لو فوليوم اوف ديستريبيوشن زي الهيبارين اللي بيبقى مرتبط على البلازما بروتين. بعد كده عرفنا التركيه بس اللي في الاكسكريشن، ان انت كل ما تزود الايونيزيشن كل ما الدراجز هتبدا تطلع بره بشكل اكبر. بعد كده هنبقى عايزين دلوقتي ما بين مصطلحين مهمين، هو مصطلح الزيرو اوردر، يعني ايه زيرو اوردر في الاكسكريشن، ويعني ايه فيرست اوردر في الاكسكريشن بتاعت الدراجز. فبقول لك ان الفيرست اوردر ده دي بتبقى بروسيس بيكون فيها الكونسنتريشن بتاع الدراج، a process that depend on the concentration at any given time is called first order. most drugs اللي بتبقى موجوده بتعتمد على الفيرست اوردر ده. يعني ايه؟ يعني انا بيكون عندي بكونستنت بيرسنت ببدا اطلع بيبدا يحصل اكسكريشن للدراجز زي ما احنا شايفين على المنحنى اللي تحت ده تايم واللوج الكونسنتريشن. بنبص نلاقي ان اغلب الدراجز بتكون تتبع الفيرست اوردر. يعني ايه فيرست اوردر؟ يعني انا في اي وقت هروح اشوف الاقي كميه الدراجز طلع. طيب ده بيبقى بيعتمد مين؟ على الانزيمز. وانس الانزيمز دي حصل لها ساتوريشن، فانا هنا بتحول من الفيرست اوردر اللي كانت كل الدراجز بتبقى مشتركه فيه، بروح متحول على حاجه ثانيه اسمها الزيرو اوردر. هو مين الزيرو اوردر؟ الزيرو اوردر ده بيحصل ان هو بيطلع كونستنت، مش كونستنت بيرسنت، لا هو بيطلع كونستنت اماونت، هو كل اللي لي عندي اماونت هطلعها وخلاص في الفتره الزمنيه دي. زي مين؟ زي الايثانول والفينيتولين، هما اللي دايما بيحصل لهم اكسكريشن بالزيرو اوردر. ليه يحصل لهم اكسكريشن بالزيرو اوردر؟ عشان الانزيمز بتبقى مسؤوله عن التكسير بتاعهم والاليمينيشن بتاعهم، والتكسير بتاعهم بيحصل لها ساتوريشن. طيب يبقى احنا كده خلصنا الرسمه وفهمنا يعني ايه زيرو اوردر وفهمنا يعني ايه فيرست اوردر. طيب عايزين نشوف بقى حاجه اسمها الروت اوف ادمنستريشن. زي ما احنا عارفين ان الدراجز كان بي ادمنستر، يا اما تتاخد اورالي او تتاخد بارنترالي، يعني من الاخر ما تعديش على الجاسترو انتستاينال روت. طيب الاورال روت، قال لك ان اغلب الدراجز بتتاخد بالاورال روت. ليه؟ لان البيشنت بيبقى عنده كومبلاينس. كومبلاينس يعني ايه؟ يعني البيشنت يقدر ياخدها ويقدر يبلعها. يعني انت مثلا اي واحد فينا لما بنيجي نساله تاخد حقنه ولا تاخد حبايه، يقول لك لا انا اخد الحبايه عادي. بس في دراجز تانية انا ما ينفعش اديها اورال، ما ينفعش ادي له اورال. ليه؟ عشان يا اما يكون عنده حاجه من الاثنين، مثلا رقم واحد مثلا يكون الدراج ده هيتكسر
في الجي اي تي زي مين؟ زي الانسولين والبنزايل بنسلين، دولت اول ما يدخلوا الجي اي تي هيتكسروا. طيب حلو قوي. ممكن يكون ايه السبب تاني؟ ممكن يكون الادراك زي ما احنا لسه قايلين هيعدي على حاجه اسمها الفيرست باس ميتابوليزم، فالفيرست باس ميتابوليزم ده هيسبب لي تكسير في الادراك. طيب والانزيمز، الانزيمز اللي بتبقى موجوده في الجت، الانزيمز اللي بتبقى موجوده في الجت دي بتسبب التكسير بتاع الادراكز، وبالتالي انا لازم ادي الادراكز دي اي في. طيب بعد كده ممكن ادي الروت بقى التانية او اشهر روت تانية، هي الانترافينوس انجكشن. هنا بقى ان الدراجز بتروح دايركتلي على السيركيوليشن، وبالتالي بتباي باس بقى الابزوربشن باريرز، وتباي باس الفاكتورز اللي بتاثر على الابزوربشن والكلام ده كله. طب انا بدي امتى الدراجز اي في؟ قال لك بقى سبب من اربعه او خمس اسباب ممكن نقول عليهم. اول سبب مثلا ان انت تكون عايز رابيد افكت زي الفيوريزيمايد مثلا، انت بتديه على طول دايوريتك عشان ينزل الميه اللي بتبقى موجوده في الجسم لو بيشنت عنده بالمونري اديما. يكون انت عايز مثلا عايز تدي كونتينوس انفيوجن مثلا، انا والله عندي عيان عايز اديله مثلا ديكستروز 5 ووتر بريت 20 ملي بير اور، فانا مش هفضل مثلا اقعد كل شويه اديله اور، لا انا هعلق له ازازه المحلول وتفضل جنبه، فانا عايز ادي كونتينوس ادمنستريشن. مثلا الدراجز اللي ليها لارج فوليوم مش هقدر اديها كلها، مثلا مش هقدر اقول لعيان ابلع لي لتر من الدواء، بس اقدر اديه له اي في واعلقه له على هيئه محلول. قال لك الدراجز مثلا اللي بيحصلها ديسترويد في بالجي اي تي انزيمز، او الدراجز اللي لو اتاخدت في مكان لوكال هتحرقه، مثلا زي ان انا مثلا ادي بيشنت كيموثيرابيوتيك ايجنت او سايتوتوكسيك ايجنت اقول له خد ابلعها، لا ما هينفعش يبلعها. يبقى احنا عرفنا كده ان الروت اوف ادمنستريشن يا اما اورال وليها مميزاتها، ويا اما اي في ودي ليها برضو مميزاتها. طيب في بقى حاجات تانية بتتاخد انتراماسكولر او انترافينوس او سبكيوتينيوس انجكشن، او يبقى احنا عرفنا اول حاجه الاورال والانترافينوس. بعد كده في ادويه تانية هتتاخد انتراماسكولر وسبكيوتينيوس. قال لك ان الدراجز دي بتكون في يعني بتكون في الاكوس ستيت بتاعتها، وبالتالي يحصل لها ديستريبيوشن فريلي وتعدي بسرعه. قال لك في بعض الدراجز زي الانتي سايكوتيك دراجز، في نوع من انواع الانتي سايكوتيك دراج ان شاء الله هناخدها قدام. قال لك باجي ادي الحقنه دي اديها ديبوت كده تتاخد في العضل وتفضل موجوده في العضل، ويحصل لها يبدا الجسم ياخد كل يوم حبه صغيرين من الدراج اللي موجوده في العضل ديبوت كده، ياخد منهم حبه في حبه حبه في حبه ويوزعهم على السيركيوليشن بتاعت الجسم. قال لك بقى في اوزر روبوت زي الانهاليشن زي بتاعت الانستيزيا مثلا، والادويه اللي بتبقى البخاخات بتاعت الازمه، في توبيكال زي الاونتمنت، في ريكتال حاجات بتتاخد زي السابوزيتورز مثلا بتاعت الدولفين والحاجات اللي بنديها للاطفال، في حاجات ثانيه بتتاخد سابلينجوال زي اللي احنا عارفين ان هي بتتاخد سابلينجوال عشان تباص الفيرست باس ميتابوليزم. بعد كده بقى هنبدا نتكلم عن الديستريبيوشن والاكسكريشن ونعرف المصطلحات المتعلقه بيهم. فبقول لك ان الديستريبيوشن والاكسكريشن اراوند ذا بادي او في البادي بتتاثر بمجموعه من الفاكتورز. مين هي الفاكتورز دي؟ اول حاجه هنعرفها هنا هي التي هاف. هو يعني ايه التي هاف؟ التي هاف دي بشكل منطقي انا اللي جاي بسالك يعني ايه فتره عمر النص، او يعني ايه التي هاف؟ ده التايم اللي الكونسنتريشن بتاع الدراج بياخده عشان ينزل للنص في البلد. يعني مثلا انا مدي البيشنت 100 مللي جرام، التي هاف بتاعه امتى؟ بعد ساعتين جيت قلت لك ده بقى 50 مللي جرام، هو ده التي هاف. التي هاف هو المده الزمنيه اللي استغرقها الدواء عشان يوصل لنص التركيز بتاعه اللي كان في الدم. قال لك انت لو قست التي هاف تقدر منها تعرف الاليمينيشن ريت كونستنت. احنا نعرف دلوقتي يعني ايه الاليمينيشن ريت كونستنت. قال لك معادله بسيطه ان الاليمينيشن ريت كونستنت اللي هو الكي اي ال بيساوي 0.69 ديفايدد 2 تي هاف، ومنها اقدر احسب الاليمينيشن ريت كونستنت بتاع اي دراج. طب اغلب الدراجز معروف الاليمينيشن ريت كونستنت بتاعتها، يبقى خلاص يبقى انا لو عارف الاليمينيشن ريت كونستنت اقدر احسب منه التي هاف، ولو عارف التي هاف احسب منه الاليمينيشن ريت كونستنت. طيب هو ايه الاليمينيشن ريت كونستنت؟ بقول لك الاليمينيشن ريت كونستنت ده الفراكشن بتاع الدراج
اللي بتبقى موجود at any time that would be eliminated in a unit of time. يعني ايه؟ يعني هي الكميه الكونستنت اللي احنا هيحصل لها اكسكريشن او يحصل لها elimination من البادي في وحده من الزمن. زي ايه؟ تعالى بس ناخد المثال كده. بقول لك ان انا لو الاليمينيشن ريت كونستنت بتاعي مثلا 2 من 10 منت ماينس 1، معناها ايه؟ معناها ان 2% من الدراج هيحصل لهم اليمينيشن في خلال دقيقه، وكل دراج عشان نبقى عارفين ليه اليمينيشن ريت كونستنت ثابت. وانا طول ما انا عارف الاليمينيشن ريت كونستنت فده اصبح هو المفتاح عندي ان انا احل اغلب المسائل بتاعت الكاينتيك، لانها بتبقى مترتبه على الاليمينيشن ريت كونستنت بتاع الدراج، ومنها هقدر اجيب التي هاف، ولو انا عارف التي هاف اقدر اجيب منه الاليمينيشن ريت كونستنت وهكذا. طيب هو يعني ايه بلازما كونسنتريشن؟ قال لك انا اديت دراج قسته في البلازما مثلا، اول ما اديته على طول لقيته 80 مللي جرام، جيت بعد ساعه لقيته 50 مللي جرام، ساعتين لقيته مثلا 30 مللي جرام وهكذا. طيب هو انا اقدر اعرف تركيز الدراج هيبقى كام من غير ما كل شويه افضل اقيس؟ قال لك اه. قال لك ازاي؟ قال لك بتحسب حاجه اسمها بلازما كونسنتريشن. يعني ايه بلازما كونسنتريشن؟ قال لك معادله بسيطه بتقول لك ان السي بي بتساوي السي بي نوت في الاي اس ماينس كي في التي. يعني ايه؟ قال لك يعني البلازما كونسنتريشن او الكونسنتريشن بتاعي على الدراج في البلازما بيساوي الكونسنتريشن الاولي او اول كونسنتريشن انا شفته للدراج، اللي هو ايه؟ السي بي نوت. ده هو الانيشيال ابيرنت بلازما كونسنتريشن. اول ما انا اديت للدراج رحت قست لقيت مثلا 80، يبقى انا هقول والله يبقى السي بي بيساوي 80 مثلا في اي. ده اللي هو دي تلاقيها على الاله الحاسبه، تحط بس اي او تعمل المعادلات العاديه اللي هي بتبقى ممكن نستغنى عنها بمعادلات ثانيه، بس هي المعادله دي بتقول بس اي اس ماينس الكي في التي. طيب يعني ايه؟ تروح قايل مثلا ان السي بي عندي بيساوي السي نوت، السي نوت ده اللي هو ايه؟ هو الانيشال كونسنتريشن في الاي اس ماينس الكي. الكي ده انا عارف كل الدراجز ليها اليمينيشن ريت كونستانت ثابت. في التي التايم اللي انت هتقيس، اللي انت المفروض بعد ما اديت الدراج، يعني مثلا اديت الدراج الساعه 12 الظهر، انا عايز اعرف الكونسنتريشن بتاعه الساعه 3 العصر ايه. فانا هروح واخد ومعوض في المعادله دي واعوض فيها، يروح مطلع لي الكونسنتريشن بتاعه الساعه 3 العصر، الساعه 3 ودقيقه، الساعه 3 ودقيقتين وهكذا. طيب هو يعني ايه برضو بعض المصطلحات اللي احنا عايزين نعرفها؟ يعني ايه فوليوم اوف ديستريبيوشن؟ قال لك الفوليوم اوف ديستريبيوشن دي حاجه كده توقع، يعني مش عايزين نقول ان هي مش حقيقيه، بس هي زي تخيليه كده، بتخيل ان الدراج هيحصل له ديستريبيوشن فين. فقال لك the apparent volume of distribution in which is the drug is distributed. يعني ايه؟ يعني بقول لك انا مثلا اديت اي في بشوف الدراج هيتوزع فين. فقال لك والله الدراج لو لقيت الفوليوم لقيته مثلا اتوزع فضل في الانترافاسكولار زي ما احنا لسه قايلين، مثلا الهيبارين بيفضل في الانترافاسكولار. ليه؟ لانه ارتبط بالبلازما بروتين، او يروح للانترستيشال، او يروح يدخل انترسيليوم. فقال لك والله لو الفوليوم اوف ديستريبيوشن بتاعك الفاليو بتاعت الفوليوم اوف ديستريبيوشن اقل من 5 لتر، فمعناها ان الدراج فضل قاعد في الفاسكولار. طيب لو اقل من 15 واعلى من 5 فمعناها ان هو راح الاكستراسيلير فلويد. طيب اعلى من ال 15 فمعناها ان هو حصل له ديستريبيوشن في السيلز ودخل عن طريق كل التوتال بادي ووتر. قال لك في معادله تقدر تحسب بيها الفوليوم اوف ديستريبيوشن؟ قال لك اه. قال لك المعادله بتقول لك ايه؟ بتقول لك الدوز على الانيشيال كونسنتريشن. عايزين برضو نعرف مصطلح تاني مهم جدا 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 معانا، وهو مصطلح الكليرنس. هو يعني ايه الكليرنس؟ دايما افتكر كده، الكليرنس يعني كمية في زمن، كمية الدراج او حجم الدراج او حجم البلد اللي هيحصل له الكليرنس من الدراج في وحدة الزمن. فهو بيقول لك الكليرنس اللي هو ايه؟ It is the volume of the blood or plasma cleared of a drug in unit of time. يبقى تاني، يبقى البلازما كليرنس هي عباره عن ايه؟ هي الفوليوم اوف ذا بلاد اور بلازما كليرد اوف دراج ان ايونت اوف تايم.
الكليرنس بتاعي بيساوي ايه؟ بيساوي الفوليوم اوف ديستريبيوشن في الاليمينيشن ريت كونستانت. زي ما احنا لسه قايلين ان انت الاليمينيشن ريت كونستانت ده يعتبر مفتاح من مفاتيح المساله بتاعتك، واللي انت اول ما بتحصل عليه بتقدر بعديها تعمل كل اللي انت عايزه. طيب الريت بتاعي في الاليمينيشن بيساوي ايه؟ بيساوي البلازما كليرنس في الكونسنتريشن اللي هو موجود في عند جيفن تايم في المرحله دي. يعني مثلا بعد الكونسنتريشن انا جبت مثلا ان السي بي، عارفين ان هو بيساوي السي بي نوت في الاي اس ماينس الكي في التي، فانا قلت والله ان انا كان عندي الكليرنس البلازما كليرنس بتاعي على الدراج ده بتبقى معروفه برده وثابته، او انا جبتها من الفوليوم اوف ديستريبيوشن والالمنيشن بتاعه عرفتها، فبروح ضارب الكليرنس بتاعي اللي هو الريت اوف الالمنيشن بيساوي الكليرنس للبلازما كليرنس في الكونسنتريشن ات ستاتستيك. طيب حلو قوي. الكليرنس بتاع الجسم بشكل عام ده بيساوي ايه؟ قال لك ده بيساوي الميتابوليك كليرنس بتاع الليفر وبتاع كل الاعضاء الثانيه زائد الرينال كليرنس. قال لك الكليرنس وليس التهاب هو اللي بيديك انديكيشن عن الابيليتي بتاعت الليفر وعن الابيليتي بتاعت الكدني ان هم يحصل لهم ان هم يعملوا ديسبوزل للدراجز. طيب يعني ايه بايو افيلابيليتي؟ البايو افيلابيليتي دي معناها ان الاتاحه بتاعت الدواء ده هيبقى متاح في الجسم بنسبه كام؟ فبقول لك ان الدراجز اللي بتتاخد عن طريق الاي في بتبقى البايو افيلابيليتي بتاعتها 100% او بنرمز ليها او بنقدر نقول عليها واحد. اما الادويه اللي بتتاخد اورال فانا في جزء بيتفقد اثناء الابزوربشن وبالتالي مش هتبقى متاحه بنسبه 100%. قال لك ان في ادويه زي الجليسيريد تراي نايتريت والليدوكاين، الادويه دي بتبقى الباي افيلابيلتي بتاعتها عاليه قوي وبتتاخد سب لينجوال، وانا ممكن اعملها معامله الدراجز اللي بتتاخد اي في لانها ما بتعديش على الابزوربشن باريج. بعد كده هنتكلم عن مصطلحين مهمين جدا، هما اخر مصطلحين هيكون عندنا هنا، وهما الرينال اكسكريشن و البايلاري اكسكريشن. طيب الرينال اكسكريشن بتكون مسؤوله عن الاليمينيشن بتاع الموست اوف دراجز اللي بتبقى موجوده في الجسم. الدراجز بتبدا تظهر في الجلوميرولار فلتريت اللي بتبقى نازله من الكدني. بس بقول لك ان الدراجز لو كانت ليبيد سوليبل، زي ما احنا لسه عارفين ان اي دراج ليبيد سوليبل يقدر يعدي ما بين اي خليه من خلايا الجسم. قال لك بس الدراجز لو كانت ليبيد سوليبل فيقدر يحصل لها بسرعه ري ابزوربشن تاني وتبدا تدخل الجسم تاني عن طريق الباسيف ديفيوجن. قال لك عشان كده ربنا سبحانه وتعالى من حكمته ان احنا لما بنيجي نكسر الدواء وبيحصل له ميتابوليزم، الميتابوليزم ده ينتج عنه ادويه ليس ليبيد سوليوبل عشان تقدر يحصل لها اكسكريشن عن طريق الرينال. وقال لك ومن هذا المنطق اللي احنا عرفنا فيه ان الادويه اللي طالما كانت ليبل سوليبل هتقدر ترجع تاني يحصل لها ري ابزوربشن، طب انا عايز اطلع الدراج من الجسم اعمل ايه؟ اخليه ايونايزد ازاي؟ قال لك والله انا هروح ابص على الدراج واشوف واعمل مانيبيوليشن في البي اتش بتاعه اليورين. فقال لك مثلا ان انت لو الدراج بتاعك مثلا اسيدك وليكن الاسبر وانت عايز تطلعه بسرعه، فانت عايز تعمله ايونايزيشن، عايز اعمل ايونايزيشن للاسيد يبقى لازم احط بيز. يبقى قال لك انت لو عايز تطلع الاسبرين والفينوبربيتال والادويه دي كلها تروح تدي البيشنت بايكربونيت دي تروح عامله اليورين الكالاين وبالتالي هيعمل ايونايزيشن للاسبرين، ولما يعمل ايونايزيشن للاسبرين او الفينوبربيتال بيخليها ليس ليبيد سولبل وبالتالي بيزود الاكسكريشن بتاعها. قال لك طب انا لو عندي مثلا بيز، قال لك نفس النظام، لو انت عندك بيز فانت هتروح تدي للبيشنت ماده اسيتك وليكن فيتامين سي وبالتالي هتروح مقلل البي اتش وبالتالي هتزود الايونيزيشن بتاعه البيز وبالتالي هتطلع بره الجسم. قال لك ان الويك اسيدز والويك بيسز بيحصل لهم اكتيفلي سيكريتد ان ذا بروكسيمال تيوبيول زي البنسلين وسازات دايريتك والمورفين، الحاجات دي كلها خلاص بقى بيحصل لها اكتف سكريشن وبتبدا تطلع بره الجسم. طيب تعالى بقى نشوف البايلاري
اكسكريشن. في حاجه اسمها الانتيرو هيباتيك شانت، ودي عايزين نبقى مركزين عليها. انتيرو هيباتيك شانت يعني ايه؟ يعني انا الدراج دلوقتي بيبدا الهيباتيك او الليفر يبدا يكسر الدراج، وبعد كده يروح حاطه في البايل، بعد ما يحط الدراج في البايل يبدا ينزل في الجي اي تي، وهو جاي ينزل في الجي اي تي يروح راجع تاني داخل داخل الليفر، وهكذا يبدا ياخد الدوره دي كلها من تاني. فبقول لك ايه، في دراجز زي الداي اسايل ستيل بوستيرول ار نون are concentrated in the bile and excreted into the intestine where they may be reabsorbed. بيحصل لها reabsorption تاني. The anterior hepatic circulation increase the presence of the drug in the body. يعني ايه؟ زي ما احنا لسه قايلين، انا خلاص الجسم خلاص كسر الدراج وبدا يطلعه في البايل، وبعد كده البايل راحت رايحه فاتحه في الانتستين، وخلاص الدراج هيطلع. لا، يحصل له اعاده ري ابزوربشن تاني، وبعدين يبدا يدخل تاني، وبالتالي الادويه دي هتفضل قاعده في الجسم لفتره طويله. يبقى احنا هنقول احنا اخدنا ايه في المحاضره تاني؟ اخدنا الابزوربشن بتاع الدراجز، وايه الفاكتورز اللي هتاثر على الابزوربشن بتاعها، الاكسكريشن بتاعت الدراجز وازاي هتاثر الاكسكريشن. خدنا الروت اوف ادمنستريشن عن طريق الانترافينس والاورال، وخدنا مجموعه من الروت اوف ادمنستريشن الثانيه زي الانترا ماسكولار والاذر روتس. عرفنا الديستريبيوشن والاكسكريشن، عرفنا مصطلحات هامه جدا وفاكتور بتكون هامه جدا في الفارماكوكاينتكس بتاعت الدراجز زي الاليمينيشن ريت كونستانت والكي هاف والفوليوم والديستريبيوشن والكليرنس. عرفنا الدراج دوزنج، عرفنا الدراج الدوزز بتاعتها بتقدر تدخلها في معادلات معينه فتبدا تطلع لك ايه الفاكتورز المختلفه دي. عرفنا الاكسكريشن، عرفنا ان هي بتكون رينال اكسكريشن والبيلاري.